الرحمن الرحيم. سيد الرئيس الحكومة المكلف، سيد الأمين العام لحزب الاستقلال، السادة الحضور الضيوف، السادة وسائل الإعلام، مبتدئ وسائل الإعلام، اسمحوا لي، لم أكن في ذهني أبدا أن ألقي الكلمة بعد كلمة السيد الرئيس، وبما أنني منحت الكلمة فأنا أولا أشكر السيد الرئيس على الثقة الذي حب بها كل من حزب الأصالة والمعاصرة حتى حزب الاستقلال نيابة عنه، وأهنئه مرة أخرى بالثقة المولوية. أعرف السيد الرئيس أن المسؤولية كبيرة جدا، لأن انتظارات المواطنين كبيرة جدا، انتظارات المواطنين على المستوى الاقتصادي، على مستوى الحريات، على المستوى الاجتماعي، ومفروض فينا أن نقدم نموذجا لحكومة قوية منسجمة تشتغل على جميع الواجهات لإخراج المغرب من أزمته، لمساعدة المغاربة والتعاون معهم لبناء مستقبل أفضل. أعرف أن المسؤولية كبيرة وتحتاج أن نختار مسؤولين في مستوى هذه المسؤوليات. الثقة فيكم سيد الرئيس أنكم ستساعدوننا جميعا في اختيار هؤلاء الأشخاص، أو نتعاون جميعا نحن الثلاثة الأحزاب على أن نهيئ حكومة أولا وقبل كل شيء منسجمة تتعامل بمسؤولية مشتركة، تتواجه مع الملفات ولا تؤخرها، ثم كذلك تبني للمغاربة آمالا مستقبلية، لأن خلق الأمل للشعوب هو الذي يعطي فرصة لمستقبل أفضل. حديثنا السيد الرئيس الذي تم في الأيام الأخيرة أكد أن هذه الإرادة المشتركة هي التي يمكن أن تبني نموذجا جيدا لحكومة منسجمة. وحينما أقول منسجمة، منسجمة في أفكارها، منسجمة في برنامجها، منسجمة في سلوكها، ومنسجمة في مواقفها تجاه القضايا. ولقد أكد الأخ بركة على أهمية هذا الانسجام، وأكدتم أنتم على إرادتكم القوية في بناء هذا الانسجام، ونحن سنساهم بشكل كبير من أجل إنجاحه كحزب كمؤسسة. أشكركم على تحالفكم فيما يخص المؤسسات الترابية التي تحالفنا فيها، وكذلك الأخ بركة، ونجاح هذا التحالف الذي أكد من جديد بأن الإرادات الحسنة حينما تلتقي تصنع المعجزات. أشكركم على كثير من تنازلاتكم من أجل بناء مؤسسات ترابية، وكذلك الأخ بركة بعد الحوارات التي تتم بيننا لبناء مؤسسات جماعية قريبة ومنسجمة كذلك. ذلك الانسجام الذي عرفناها في مؤسسة القرب، أتمنى أن تكون كذلك على مستوى مؤسسة الحكومة. تأكد السيد الرئيس الأخ العزيز بركة أنه سنتعامل بحسن نية، وسنتعامل بصدق وبنزاهة وبجرأة وبصراحة وبوضوح معكم طيلة مدة هذه الحكومة، التي أتمنى، وهذا مسؤوليتنا المشتركة وهو نجاحها في خلق الأمل للمغاربة، في رفع كثير من الظلم الاقتصادي والظلم الاجتماعي على كثير من المغاربة، للثقة كلها فيكم وفي الأخ العزيز نزار بركة. وأنا مرتاح بناء على ما اتفقنا عليه من خطوط كبيرة، والتي ستظهر مستقبلا في البرنامج الحكومي الذي ستضعه الأغلبية، وفي ميثاق الأغلبية التي يمكن أن تقترحوه وتؤسسوه، وسنعمل على تنفيذه بشكل مشترك. سيد الرئيس، أهنئكم مرة أخيرة وأشكركم، وأهنئ الإخوة في حزب الأصالة والمعاصرة الذين عملوا بالليل والنهار من أجل خلق هذا الحضور السياسي وهذا الحجم السياسي الذي أكد أن حزب الأصالة والمعاصرة له القدرة على الاستمرارية في الحياة. أشكر الإخوة في حزب التجمع الوطني الأحرار على ذلك الخلاف الديمقراطي الذي كان بيننا، اختلفنا فيما بيننا في الانتخابات، وهذه هي السمة الديمقراطية التي تعطي للعملية الانتخابية. أشكر الإخوان في حزب الاستقلال الذين كذلك كان معنا ومعهم حوارات ونقاشات في بعض الأحيان تعلو وتنخفض،
ولكن أن نريد أن نبني مستقبلا لفائدة أمتنا، لفائدة شعبنا، وأنا متأكد بأن إرادتنا المشتركة والنقية والشجاعة والجريئة ستعطي للمغرب تجربة فريدة، وستعطي للعالم والعالم العربي أن المغرب يعالج قضاياه بشكل ديمقراطي وليس بشكل تعسفي. شكرا.